حضراتكم طبعا متابعين والدولة متابعة أكتر موضوع الرز، والناس بتتكلم عن موضوع الرز. ويعني خليني كده أقول لحضراتكم إنه يعني اللي بيحصل في الأسواق أكيد في متابعة دقيقة طول الوقت، والناس زي ما بتتكلم وبتقول فالدولة كمان بتتابع. احنا هنكمل يعني هتكلم معاكم بحضراتكم باستفاضة، ولكن خليني أخدكم لخبر تاني. انه تمكن فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة المنصورة في تسجيل اكتشاف جديد لهذا الاكتشاف خاص من نوع أسلاف الحيتان، والحيتان دي اللي هي الحيتان المنقرضة. هذه الحيتان دي قصتها ايه؟ هي جاءت الى المياه المصرية قبل نحو، ركزوا كده في السنين، قبل نحو 41 مليون سنة. تخيلوا الزمن قد إيه. وطبعا قبل 41 مليون سنة كانت هذه الحيتان موجودة. وبيعد هذا الحوت الجديد زي ما حضراتكم شايفين أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان التي تطورت من أسلاف موجودة يعني بشكل كبير في هذه المنطقة. والحقيقة وثق فريق هذا الاكتشاف في ورقة بحثية من خلال طبعا أبرز الدوريات العلمية في العالم، وبتمثل تلك الورقة البحثية الحقيقة طفرة علمية لعلماء الحفريات المصريين. وزي ما انتم شايفين وعارفين انه العالم كمان بيتابع هذه الأشياء الخاصة، خصوصا الحاجات اللي بيبقى فيها يعني بتبقى فيها ندرة، وممكن تكون حاجات مش موجودة في أماكن خلاص أو انقرضت بشكل كبير في العالم. فبيبقى في زي ما انتم شايفين الصورة بتقول هذا الفريق البحثي اللي قام على يعني هذا الاكتشاف أو يعني هذا التحديد بشكل عام. خلينا نعرف يعني كواليس هذه الأوراق البحثية. دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير حضرتك، أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين الشعب المصري العظيم. يعني أنا وقفت الحقيقة عند رقم الزمن، يعني 41 مليون سنة، ده حاجة يعني وحيتان موجودة في المياه المصرية. كلمنا أكثر عن هذه الورقة البحثية. اسمحي طبعا انا اولا اشكر حضرتك واوجه التهنئه لمنسوبي جامعه المنصوره وفريق بحثي اللي بقياده الزميل الدكتور هشام سلام على هذا الاكتشاف الذي يعد طفره في عالم الحفريات جامعه المنصوره. والحقيقه مركز الحفريات لجامعه المنصوره اكتشف هذه يعني هذه الحفريه منذ عام 2017، وعكف الفريق البحثي على نفسه ما يقرب من 6 سنوات لكي يضع هذا النوع من الحيتان موضع النشر الذي نشر النهارده الساعه 6 مساء، ومن خلال نشره في اكبر مجله دوريه على مستوى العالم هي مجله نيوتشر. والورقه البحثيه التي نشرت هذا النوع من الحيتان الذي انقرض يعتبر اصغر واقدم اسلاف الحيتان المائيه التي تعيش في الماء. والحقيقه من خلال دراسه هذا الجزء من الحفريه استطاع العلماء بمعدلات حسابيه ان هم يقولوا ان طوله ما يقرب من متر ونصف ووزنه يصل الى 187 كيلو جرام تقريبا. يعتبر انجاز عالمي يحدث من قبل. فالحقيقه انا بوجه التهنئه للفريق البحثي ولجامعه المنصوره وللشعب المصري. الحقيقه طبعا الجامعه يعني كانت بتمول هذا المشروع بالتعاون مع اكاديميه البحث العلمي من خلال الاكتشافات اللي كانوا بيقوموا بها والزيارات للصحراء. فالحقيقه كان في متابعه دوريه من جامعه المنصوره في هذا الشان. يعني احنا نتمنى الحقيقه لهذا الفريق دايما يعني 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 الافاق العلم عموما بتقدم حاجات كتيره، خصوصا لما يبقى عندنا في المياه المصريه يعني الحيتان وتكون الحقيقه منقرضه في العالم، فبالتالي بيبقى اتجاه العالم بينظروا دايما على هذه الاشياء. فنتمنى لكم التوفيق، ودايما يكون البحث العلمي هو الهدف دايما طول الوقت. دكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصوره، اشكر حضرتك شكرا جزيلا.